يعني بداية لا بد أن نقرر قضية أساسية في هذه الحرب المستعجلة الآن. نعم. هذه الحرب هي حرب فرضت على القوات المسلحة وعلى الجيش السوداني، وما من شك أن النظرة الشرعية الأولية لموقف وتحركات قوات الدعم السريع أن هذا نوع من البغي والعدوان. هذا البغي والعدوان باعتبار أن هذه أن هذا الفصيل أو أن هذه هذا الجزء من القوات المسلحة هو جزء تابع للأم للجيش السوداني، بل إن هذه القوات ما كان لها أن توجد أصلا إذا لم يكن هنالك تسليح ودعم وتدريب وإنفاق من قبل القوات المسلحة للدعم السريع. ولكن للأسف الشديد بسبب عدم يعني وضوح الرؤية السياسية وعدم انتهاج رؤية سياسية صحيحة في الفترة الانتقالية، تم اختطاف قوات الدعم السريع ممثلا في حميدتي وأخيه، وبات الأمر يعني السودان الآن على يعني صفيح ساخن وعلى مفترق طرق. فالمصلحة الشرعية والمصلحة يعني والعقل يقول، كل ذلك يقول إنه لا بد في هذه المرحلة من أن يحسم الجيش السوداني هذا التمرد، ومهما يعني يكره مهما كانت كراهيتنا ويعني وعدم قبولنا للحرب وأن الحرب شر، إلا أن حسم هذه الأمور في هذه المرحلة يعني لا بد منها لحصول الاستقرار الأمني. الآن نحن أمام أزمة أمنية في السودان. هذه الأزمة الأمنية لا يمكن حلها إلا باستتباب الأمر للجيش السوداني. ولذلك يعني هنا نعمل الآية، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي. هذا لا يعني أننا نحن يعني موافقون لسياسات الجيش الماضية وتحركات القيادات الجيش، سواء نحو التطبيع أو نحو الاتفاق الإطاري أو نحو إقصاء يعني فصائل معينة أو نحو ذلك من السياسة. نحن هذا شيء وهذا شيء آخر. نحن الآن أمام يعني قضية تتطلب سرعة في الحسم.